بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم تقرير هذه القضية غير مرة، وأن الرجل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه يقع في بعض الشركيات، وأنه لا بد من إقامة الحجة عليه والبيان له، لأن الله جل وعلا يقول من شاطئ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقول جل وعلا من بعد ما تبين له الهدى جملة اعتراضية وقعت بين فعل الشرط وبين الجواب والجزاء، فيقضي هذا أنه لا بد من تبين الحق. إذا كان الرجل يعكف على القبور أو يعبد غير الله جل وعلا ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويقول لو أعلم أن هذا غلط لتركته، ولكن يظن صوابا بسبب تلبيس علماء السوء ونحو ذلك، أن هذا الاعتراض من الجهال. الراجح أن الجاهل يعذر إذا كان جهله معتبرا، لأن الجاهل نوعان: النوع الأول جهل إعراض تبين له ولا ينقاد، وتدعوه إلى التأمل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستجيب، هذا جهل إعراض وهذا كافر. وقد قال الله جل وعلا عن هذا وعن أمثاله: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أنا الثاني جاهل معتبر، وهو إذا بين له انقاد وترك ما هو عليه وقال أنا لا أريد إلا الحق، وأظن هذا ستظن صوابا بسبب علماء السوء أو بسبب وضعهم البيبي أو الاجتماعي أو غيره ذلك. هذا الراجح أنه يعذر، وأدلة هذا كثير من الآيات السابقة ومنها ما جاء عند الترمذي من طريق سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن نحن بذوعات بكبر والمشركين سدرا يعقبون عنده ويلقون بأسلحتهم، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط. قال: أنا فقلتم والذي نفسي بيدك ما قاتل إسرائيل من موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون لتركبن كنن من كان قبلكم. هذا إسناد صحيح ورواته ثقات، وسنان بن أبي سنان ثقة وقد روى عنه ثقتان وصح على أبو عيسى وغيره. وقول صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيدك ما قاتل بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها، هذا دليل أن ارتد طلبة بطلبة بني إسرائيل، وطلبة بني إسرائيل كفر، لأن مجرد طلب الكفر كفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بسبب أنهم ما قفلوا المخالفة، ظنوا أن هذا الأمر يقربه إلى الله، وحين بين لهم رجعوا وانقادوا ووحدوا الله جل وعلا تركوا ما هم عليه. فإذا كان الرجل لأهل المثابة عذر بذلك، والله أعلم. وأعظم من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه تعالى في الفتاوى في المجلد الرابع: أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه. قال الشيخ رحمه تعالى: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب من ذلك وعاد إلى الإسلام. وقد استدل بقول شيخ الإسلام: وهذه ردة بعض المتأخرين على تكفير الرازي وإصدار الحكم عليه بأيده، وفي هذا نظر وفي هذا نظر، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن تكفير المعين الجاهل أو المتأول حتى تقوم عليه الحجة، وقد صرح بذلك في مواضع من كتبه
وصرح أيضا في مواضع في إسلام أو بإسلام الرازي ولكنه ذمه على اشتغاله بعلوم المتكلمين وبالفلسفة التي لا يعلم صاحبها منها شيئا. فالرازي والقائل نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تجفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وحين أقول يجب رد كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى الصريح إلى كلامه المشتمل فيزول الإشكال، لأن تفسير النوع غير تفسير العين، وهذا متفق عليه بين أهل السنة وخلاف الخوارج والمعتزلة الذين لا يفرقون بين النوعين. ويعني هذا أيضا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا يفسر المعين مطلقا، فهذا باطل أيضا، فلن يعمل مفسرا أو يقوله وتقوم عليه الحجة فهذا كافر على التعيين. فلا إفراط في هذا الباب ولا تفريط، لأن بعض المتأخرين يغلو في التفسير حتى آل بهم الأمر إلى تفسير جماعة من العلماء بسبب التأويل، أمثال الإمام النووي والإمام العز بن عبد السلام والحافظ الذهبي والحافظ بن حجر بسبب ما وقع لهم من بعض الأخطاء في المسائل العلمية والمسائل العملية. وقد جاء في البخاري من طريق الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. وقد جاء في الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إلا يكن صاحبه كذلك. ومن شأن أهل العلم والورع عدم التعجل في إفساء الأحكام حتى تثبت الحجة التي من خالفها كان كافرا سارة أو فاسقا سارة أخرى أو مبتدعا. أما التعجل في إفساء الأحكام على كل من وقع في مكفر ثم سحب هذا على تفسير العلماء والأئمة بسبب الأخطاء فهذا ضلال. وأقبح منه وأعظم جرما تكفير من يعذر هؤلاء الأئمة. ففي فئة المحسوبين على أهل العلم يفسرون من يعذر هؤلاء الأئمة، فمن لا يجاريهم في تكفيره كفروه، وهذا ضلال عظيم، وهذه نزعة من نزعات الخوارج والمعتزلة. وقد كان أئمة السلف يفسرون مقالات جهمية، وكان كثير منهم بما فيهم الإمام أحمد يتورع ويبتعد عن تفسير أعيانهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى، وذكر ذلك في المنهاج، وذكر ذلك تعارض العقل والنقل. فتجد من يكفر أهل السنة بعدم تفسير الجهمية أو أصحاب المقالات والأخطاء الكفرية عن علمية أو عملية، ولا يعرفون العذر بالتأويل، ولا يفرقون بين النوع والعين، ويخيل إليهم أن ما جعل السبب إلى من قال كذا فقد كفر، وأجمع العلماء على ما فعل كذا فقد كفر، أن هذا يصدق على العين من كل وجه. صحيح أن هناك مسائل لا يعذر أحد في الجهل فيها كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، لأن الجهل لا يتفوق في هذه المسائل، لا يمكن تصور الجهل
أو عذر من سبط الله أو سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقع خطأ في اللسان فيعذر فيها لا واضح. الرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربي. أما يقول أنا جاهل بسبب الله وسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن تصوره أصلا. ولو تصور لكان لبحث قضية العذر بالجاهل مجال آخر. لكن تصور هذا في من صافح للقبور أو سجد للقبور أو دعا غير الله جل وعلا أو كفر بمسائل العملية، فمقالات الجهمية وبعض مقالات الفلاسفة والفرابطة ونحو جل. إذا كان الجاهل ناتج عن إعراض فلا يعذر أحد، لأن الجاهل نوعان. النوع الأول الذي يكون منشأ جهله الإعراض عما جاءت به الرسل والإعراض عما جاءت في الكتاب والسنة، فلا يرفع بذلك رأسه ولا يصغي لحجج الله ولا لبيناته ويشتغل بدنياه عن البحث عن الحقيقة، هذا لا يعذر، هذا كافر. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وقال الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: وقال لو كنا نسمع ما كنا في أصحاب السعير. النوع الثاني الذي منشأ جهله هو عدم العلم أو التأويل ونحو ذلك، هذا هو الذي يعذر مع التغليظ عليه في تفريقه أو في جهله. لأننا نلاحظ كثيرا من الناس إذا أراد أن يتاجر أو يبيع أو يشتري عرف مداخل ذلك والمخارج ودخل يعبد الله لا يفهم من ذلك شيئا. ينبغي التغليظ في هذه القضية، لأن هذا أصل فيه. ممكن هذا، الأخ يقول هل يمكن أن يوجد حاجة لم تبلغها الرسالة؟ ممكن هذا، ممكن أن يوجد في بعض البلاد النائية من لا تبلغه الرسالة. وأنا أذكر أن مجموعة من الأخوة خارج هذه البلاد زاروني، ذكروا لي أنهم ذهبوا إلى بعض البلاد سواء رأوا لا يعرفون شيئا، لا يسمع، لم يسمعوا أصلا بشيء اسمه إسلام، ولا يسمعون عن شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة لا يسمع بأحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لن يؤمن فيه إلا كانوا أصحاب النار. بعض العلماء يرى أن هؤلاء الذين لم يبلغهم الشرع ماتوا امتحنون يوم القيامة. أما إذا بلغهم الشرع فقد قامت عليهم الحجة. إذا كان يهودي ولا نصارى فهؤلاء باتفاق يسمح بالنبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقته وعن دعوته وعن ما جاء به، هؤلاء في النار بالاتفاق. وإن كانوا من ينطق بالشهادتين ليس أن لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله، ولا تقطع منه بعض الشركيات جهلا، فقد تقدم على التفصيل السابق. حتى الشيخ لو من الأدوية اللي يعني سؤال الأخ، لو ظلنا فيه الآن في الوقت الحاضر اللي احنا فيه للمكتبات الإسلامية والكتب والأشرطة انتشرت بين الناس، فهذه ما تكون حجة على الناس، ولأن الناس أصلا إذا يتكاثروا في معرفة دينهم وأصلا ما يركوا دائما من هذه الأمور يعني يتجاهلوها وكذا، هذه الأمور تكون حجة عليهم. بلا شك أن هذا يقف جهل الإعراب، لكن يسمعون بهذه الأمور ويقرؤون الكتب والرسائل والنشرات والرسائل الدعوية الأخرى ومع ذلك يصرون على شركهم ويقفون دالا لما جاء فيه الرسل، فهؤلاء نقل عنهم منهم جهال، نقل عن هؤلاء معرضون. والله جل وعلا قال: الذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما الجهل الآخر الذي كان منشأ جهل عن عدم العلم وعدم التأويل أو يظن أن هذه الآية تدل على هذا مطلوب بسبب تلبيس علماء السوء يفسرون لهم الوسيله بالقربى الى الاموات، فلو علموا ان هذا هو الباطل لتركوه، هذا مجال اخر. هذا ليس عند احد، لا يسمع بي احد من اليهود والنصارى، هذا مسلم من حديث ابي هريره. لا تفسيرية صحيح، لا المعنى تفسيري، لا يسمع بي أحد من الأمة، لا يهودي ولا نصراني. والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة، أمة الدعوة، لأن اليهود والنصارى من أمة الدعوة ليس من أمة الإجابة. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لله، استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة نوعان، أمة إجابة وأمة الدعوة. فقالوا: فهو يسمع بي أحد من هذه الأمة أمة الدعوة، لا يهودي ولا نصراني.
ثم لم يؤمن بالكتب إلا كانوا من أصحاب النار، هذا نص صريح أنه مخلد في النار، ولكن إذا لن يبلغه شيء فعلى رأي جماعة العلماء يمتحنون. وفي أقوال أخرى في المسألة بسطها وذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية وبحث الأشعري في اختلاف المصلين والإمام ابن القيم رحمه تعالى في مدارج السالكين وفي طريقة الهجرتين وفي مواضع من كتبه. هذا الظاهر والحمد لله شيء تفسيري، تفسير لليهود وللنصارى لأنهم خصوا بذكر لأنهم أهل الكتاب. ما أقول صلّي أشاري عن أنا أن دراسة الجماعة الله عز وجل والقيام. نعم. الأرض أربعة. والناس البشر. الحديث أربعة. إيه الحديث أربعة حجين على الله والقيام. الحديث اللي يظهر والعلم لنا سنادة وجيد. إيه نعم. ماذا يقول القول بأنهم يفعلون قيام الأرض؟ يجوز. والله هذا قول قوي في هؤلاء الأربعة، واختلف العلماء رحمه تعالى في أطفال المشركين الذين ماتوا قبل التكليف، قيل إنهم في الجنة وهذا قول البخاري رحمه الله تعالى ونص عليه في صحيحه وهو ظاهر للأدلة من البخاري وغيره من حضرة إبراهيم، وقيل إنهم في النار لقوله صلى الله عليه وسلم تبعا لأدائهم، وقيل الله أعلم بما كانوا عاملين. في قول رابع انه خدم على الجنة او على الشد على الاحتمال، في حديث في ذلك منكر. استحمد الله. نعم. بعد الناس مثبت الحجلين من شخص يعني مثل الصرف، ولكن يبي الدليل من الناس يعني يعتقدون كلهم الصلاة فان يكون مستخرج من الاصحر او كذا او كذا ما عنده استطاع الميضة، هل في هذه الحالة يكون هو معرض او يعرف في هذه الحالة؟ إذا أولا ينبغي أن نفهم أن إقامة الحجة تختلف من شخص إلى شخص، أن إقامة الحجة تختلف من شخص إلى شخص، وحتى أن العلماء مختلفون في نايل الحجة، بعض العلماء يرى أن يقولوا الكتاب والسنة هو الكافي في إقامة الحجة، وبعض العلماء يقول لا، لابد من توضيح الدلالة من الآية، لأن الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الله جل وعلا قال شاقق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيله مين نوله ما تولى، فلا يتم جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط، وشاقق الرسول من بعد ما تبين هذه الاعتراضية لابد من وجودها، فمن يتبين له الهدى بس الدلالة من الآية، لأن بعض العباد القبور يستطيع بقول تعالى يريد أن يمسك الله صغير الوسيلة وتصور أن الوسيلة هي القربة إلى الأموات أو يحتج بقصة العز وشبهها بناء على أنه قرأ هذه الحكاية بتفسير كثير، مع أن الراجح من يتقل كثير أنها غير موجودة أو غير ذاك من الشبهة التي قد تعتريهم، والناس يختلفون في ذاك والناس تكون يكون جهل أعمق من الآخر، فإذا بينت له من أدلة كتاب السنة أن هذا شرك وأصر على ذلك فهو مشرك ويكفر بهذا، وقد يكون بينه وبين الله أنه فعلا لو علم أنك محق وأنك مصيب لا تبعك هذا أمره إلى الله جل وعلا، لكن بما نقمنا عليه ووضحنا له معنى الآية وعن السنة وحلناه لكلام أهل العلم، وأن هذا قول الإمام أحمد وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول الشافعي وهذا قول ابن تيمية وهذا قول ابن القيم، فهذه قمت الحجة. ونعم قد تختلف الحجة من شخص إلى شخص بعض المسائل التي قد لكم أدلتها لطلبة العلم وللعلماء، أما بعض المسائل الظاهرة والواضحة التي يمكن تفهيم إياها والعزو الذي أقرب فيه لأهل العلم فهذا يبين له إذا أصر على ذلك يكفر، وقد يكون في باطن غير كافر لما وقع عنده فعلا من العذر الحقيقي، هذا أمره إلى الله جل وعلا، لكن في الظاهر نكفره. نعم. ماذا يقول؟ يدلق حديث السابق أربع يحتجن على الله، قبل من الحديث جاء لسادنا القوي في مسند الإمام أحمد رحمه تعالى طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأحنف سود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من يوم القيامة يحتجون على الله، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحلفون ببعض، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم أن ادخل النار، قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكان عليه فردا
كلاما. وقد جاء عن الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث كما تقدم رواته ثقات، وليس هذا خاصا بهؤلاء الأربعة، فقد يعذر غيرهم ممن لم تبلغه الحجة ولم تبلغه الرسالة، كما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال لأهله في الصحيحين حديث هريرة: إذا أنا مت أحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي عذابا لن يعذبه أحدا من العالمين. فحين مات أمر الله جل وعلا به فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، فغفر الله له. ظاهر هذا الحديث أنه شك في قدرة الله وفي المعاد، وظن أنه لن يعود وأن الله لا يقدر عليه إذا فعل ذلك، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك. وفي نفس الوقت ظاهر أنه كان مؤمنا يخاف الله يعاقبه، فغفر له ذلك بسبب التأويل والجهل. فإن قيل هذه المسائل العلمية إلى المسائل العملية، قيل: ما هو الدليل على التفريق بين المسائل العلمية والمسائل العملية؟ فلا يمكن لأحد أن يثبت دليلا على التفريق بين الأمرين، فإن بعض المسائل العلمية أوضح من بعض المسائل العملية، وجملة من المسائل العملية أوضح أمرها من المسائل العلمية، فلا يمكن لأحد يثبت ضابطا دقيقا في ذلك لا تختلف أفراده عن الأخرى، لا تختلف المسألة هذه عن المسألة الأخرى. فإن إثبات القدرة لله وهي من المسائل العلمية أوضح بكثير من غيرها، والشك في قدرة الله كفر بالربوبية وكفر بتوحيد الأسماء والصفات، هذا دليل أصبح العذر والتأويل بالمسائل العلمية والعملية، إن أبلغ بكثير من الإنسان المسائل العملية ولا يعذرون بها. أنا في ثبت الجهل كما تقدم تقريره، وكذلك جاء في مسند أحمد جمع الترمذي وغيره من طريق الزهري عن سنان بن سنان عن أبي وقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى حنين: مر بشجرة مشركين قال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقال: يا رسول الله ذات أنواط كما لو ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. اجعل لنا إلان كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة مكان قبلها. وهذا الحديث صحيح، وقد صححه الترمذي وابن حبان وجماعة، غير أن هذا الطلب من بعض الصحابة يحتمل ثلاثة أمور، يحتمل يوالي بذلك كفر أكبر، وأن الطلب كفر أكبر لأن الإنسان طلبتها مطلبة إسرائيل، ويحتمل من الأصغر حيث لم يطلب البركة استقلالا دون الله، ولا يمكن أيضا للصحابة أن يطلب البركة استقلالا دون الله. الأمر الثالث أنه ليس بكفر، غاية ما في الأمر أنه وقع في مجرد المشابهة، فأنكر ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال بكل قول جماعة من أهل العلم. هذا الحديث ليس صريحا في مسألة العذر بالجهل في الشرك أكبر، وإن كان قد احتج به جماعة من أهل العلم. نعم نعم، هذا في قول الشيخ الثاني، شخص يعرف المسألة العلمية والمسألة العملية، نعم لا فرق عن ابن تيمية رحمه تعالى بين هذا ولا هذا، بل يرى أن التفريق من مذاهب المعتزلة والخوارج ونحوهم. وقال رد رحمه تعالى في المسألة المردنية على من فرق بين مسألة ومسألة وقد يعذر بهذه ولا يعذر بهذه، وأنا من قال يعذر بمسائل الفروع على مسائل الأصول رد هذا، وقال هذا فرق ليس له أصل عن الصحابة وعن التابعين، وإنما مأخوذ من المعتزلة وأمثال من أهل البدعة. وأطال أيضا تقريرا من في قول ما حد المسائل الأصولة أكثر مختفية وما الفاصل بين مسائل الفروع، وبين هذه المسألة بدقة، وكذلك حين قال الأصول هي المسائل القطعية قيل له، وفين قال قائل الأصول قيل له، كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم قطعية، وكل مسألة قطعية أو ظنية هي من الأمور الإضافية، وقد تكون مثلا عند رجل قطعية بدون الدليل كمسألة عن نص النبي صلى الله عليه وسلم، وعند رجل لا تكون ظنية أو أن تكون قطعية لعدم بلوغها النصية أو لعدم ثبوته عنده. ولهذا نفس الشيخ حتى يقول في كتاب الاستغاثة في من دعا الأموات استغاث بهم وسجلها أن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم
في آثار الرسالة في كثير من المتأخرين لن يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. هذا قالوا طائر من كلام، لكن ينبغي التنبه إلى التخصيص فيما سبق ذكره بين الجاهل المعتبر والجاهل غير المعتبر. وأنا لا يعني إذا عذر فلان بالجاهل يترك ولا يغلط عليه ولا يبين له الأمر، وكما تقول جاهل نوعان، جاهل يعذر به صاحبه، جاهل لا يعذر به صاحبه. يكفي هذا. والكفر إذا عرف الألف واللام سواء كان هذا في كلام الله، الشرك والكفر إذا عرف الألف واللام سواء كان هذا في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به الأكبر، المقصود به الأكبر، ولا يصح حمل ذلك على الأصغر إلا بنص صريح في ذلك. وقد تقدم أيضا أنه لا يشترط في فعل الشرك الاستحلال، فإن الاستحلال كفر ولو لم يفعل شيئا، فإن العبد يستحل محرما مجمعا عليه كفر ولو لم يفعل هذا المحرم. أما الشرك فبمجرد الفعل يكفر العبد بذلك، ما لم يمنع من ذلك مانع الإكراه أو التأويل الذي له وجه في اللغة والعلم، أو الجاهل المعتبر، فليس كل جاهل معتبرا